مشهد مربى الدلال من تمثيل هنا جاد. والآن مربى الدلال على مسرح أرب كاستينج. أنا كتكوتة ولا بطوتة ولا اسمك إيه؟ خلاص هجيب لك الهباب اللي انت عايزاه في عيد الام. غوري من وشي. انا مش عارف ليه في عيد ام ومفيش عيد اب. ده ايه يا اخويا؟ حاسدني على ده يوم؟ ده اليوم الوحيد فيه موكوس اللي بتعاملني فيه كويس. حتى عيد جوازنا وبتنساه، ما تعد على صوابعك. ما هو فيه واتس اب ومفيش واتس ام، في كاتش اب ومفيش كاتش ام، وفي سفن اب ومفيش سفن ام، وفي علي بابا ومفيش علي مام، في بابا غنوج ومفيش ماما غنوج، وفي بابا نويل ومفيش ماما نويل. دقت عينك يا راجل على اليمنى هو. أنا خلاص غور من وشي. استنى عندك. اتفضل. ابنك فين؟ هو ابني الواحد يا اخويا؟ هو مش ابنك انت كمان ولا لسه الواحد؟ ابنك فين؟ راح يلعب كرة مع اصحابه في المدرسة وزمانه جاي. انا 100 مرة اقول له يا واد ابوك ما بيعملش كده، ابوك بيزعق. غور انت دلوقتي. حاضر يا اخويا. يا ساتر، اخيرا غرز في داهيه، قلبي كان هيقف. بابا اهلا اهلا ابني حبيبي. يا ناس بتوحشيني يا اختي، بتوحشيني يا بيضه. تعال تعال. بابا خلاص. ايتي كاتي باتي بالا يا اختي. تعرف انا عامل لك مفاجاه حلوه قوي، جايب لك حاجه حلوه من امبارح وشايلها لك، ما رضيتش اوريها لك، قلت لما تيجي النهارده. علشان ايه؟ كنت فين يا حيوان؟ كنت بلعب كوره، كنت بلعب كوره مع اصحابي. جم علينا يجي 13 عيل من الحته الثانيه، قال ايه؟ عاوزين ياخدوا مننا الكوره. اصحابي خافوا ويربوا وانا بقيت لوحدي. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قمت مدد ايدي ببطني ومطلع لسنا 10 بتاعي، وبقينا 13 ضد 13. طخ تيخ توخ، فرمناهم. وانا اللي كنت ظالمك يا ابني. انا اسف، حقك عليا. غور هات لي حاجه اشربها. طيب اذا سخنه ولا بارده؟ بارده. كولا ولا عصير؟ كولا. دايت ولا عادي؟ عادي. انزه ولا ازازه؟ ازازه. كبيره ولا صغيره؟ ولا. روح هات لي عصير. طيب مانجا ولا فراوله؟ مانجا. ساقعه ولا عادي؟ ولا. هضربك. ولا بالعصايه ولا بالشبس؟ غور من قدامي. طيب امشي ولا اجري؟ اللي انت عاوزه، بس غور. تيجي معايا ولا اروح لوحدي؟ ولا. لو ما مشيتش من قدامي هقطعك. بالسكين ولا بالساتور؟ مش قادر، مش قادر، قلبي هيقف. طيب اوديك المستشفى ولا اجيب لك دكتور؟ قلبي قلبي. لا حول ولا قوة الا بالله. ابويا راح المستشفى وانا ما اعرفش اخذ له ورد ولا شوكولاتة. عملت ايه في ابوك يا ولد؟ كنت هتموته. الهي وريني فيك يوم يا بهيم، الهي وريني فيك يوم. قادر يا كريم. ابيض ولا اسود؟ وريد من وش العفاريت اتنطط في وش؟ عفاريت سودة ولا حمرة؟ النبي ما زي بيت. شكرا وليد ولا وائل؟ ظريف ولا بتستظرف؟ باسل يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. يعني أنا بحب لكم شغلة منيحة. الشيء اللي شفته مثال، لأنه بغض النظر عن معنى المشهد وطريقة الكتابة وكيف صيغ المشهد، بدون استثناء كنتم صادقين. يعني كنتوا واضح بأنه كنتوا عم تلعبوا. كان بالنسبة لي هذا شيء
جيد جدا، وهذا الهدف بالنسبة لي أهم هدف في هذا المشهد تحديدا، أنه حس بأنه أنتوا كنتوا عم تلعبوا مصدقين حالكم، كنتوا لطفة ظراف قريبين على القلب. يعطيكم ألف عافية، ما عندي ملاحظات تانية ولا. شكرا شكرا باسل. تفضلي غادر. انت خوفتهم مني خلاص، مليتهم من ناحيتي في البريك. ايه انا عن جد عن جد انا بس يعني لازم اعتذر منك يا دكتور، لانه ظلمتك انك الجزار باول حلقه، طلعوا هن الجزارين. الله يسامحك. الله يسامحك. مساء الخير. مساء النور. المشهد دمه خفيف حلو قوي، بس عندي ملاحظات طبعا. انت يا احمد اصلا جايب لي الكلام من البرايم اللي فات بسبب الورده، فابقى رجعها لي يا ابني والنبي وانت مروح، عشان ما يتقالش بس ان انا ايه متحيزه لحد. انت ممثل شاطر يا احمد، بس هنا انت قمت بالدور حلو، لكن انت ما كنتش مصدق ان انت بابا او انت كبير في السن. كنت لازم احس ده في مشيتك، صوتك يتخن شويه، يعني ادوات بسيطه عشان تبين الشخصيه. ده بالنسبه لك. انا بالنسبه لي يعني انت دمك خفيف جدا وممثله شاطره جدا، بس ما تاكليش الكلام. انا تلات ارباع اللي انت بتقوليه انا مش سامعاه، فلازم تخلي بالك من مخارج الالفاظ وتوصلي لي الكلمه كويس عشان اسمعها كويس. بالنسبه لوليد، انت كنت النهارده هايل، دمك شربات، حضورك هايل، عملت الدور حلو قوي قوي قوي. فانت بالنسبه لي النهارده كنت مفاجاه، مع اني كنت متخيل انك انت هتبقى اقل واحد فيهم، بس اتمنى ان اللي جاي يبقى احسن. الورده. شكرا غدا. وليد مبسوط ولا فرحان؟ فرحان ولا خايف؟ قصاي. يعطيكم الف عافيه. وليد، هذا الشيء الكوميدي اللي انت عملته اللي هو كثير صعب، اللي ممكن يروح لشيء اسمه فارس، وبعض الاحيان يروح لشيء له علاقه بالشيء هيك الهزلي اللي ما كثير بيكون محبوب. يعني بيقول واحد عم يمثل. هلا انت حقيقه الاداء اللي عملته على كثر ماله بسيط وعلى كثر ماله صادق، قدرت تعمل بصمه كثير حقيقيه لوليد اللي انا بعرفه وشفته بشكل جديد. هذا لازم ينقال. وحقيقة انتو ثلاثة ناس موهوبة. هنا انت كتير خاصة، وانت كتير صادقة بشغلك، بتحبي شغلك جدا. اعطيناكي ملاحظات المرة الماضية انه انت دخلتي بحالة التكرار ببعض مفردات الجسد اللي عندك، فكمان انت تجاوزتيها اليوم وقدمتي شكل جديد، فكمان هذا يحسب لإلك. شكرا كتير احمد. أنا بحب كثير عندك شيء كثير حلو، أنت حدا واثق بنفسك جدا. الثقة بالنفس شيء كثير مهم للممثل. الثقة بالنفس وقت بتكون زيادة بتصير مؤذية، أنت عندك إياها بحدود الطبيعي واللي هو حلو وجميل جدا. هلا قد يكون أنت ما وفقت شوي بأنك أنت تظهر كأب، ولكن أنا صدقتك كممثل. صدقت الشيء اللي صار بينك وبين مرتك وبينك وبين ابنك، فهذا كمان دليل على انه في تواصل بيناتكم وانتم شايفين بعض بشكل حلو، وهذا سر نجاح حقيقه. فيعطيكم الف عافيه. شكرا قصاي. كارمن. ما راح احكي كثير. احمد، انا بالنسبه لإلي كثير حسيت انه انت حدا بالأربعين، انه رجل بالأربعين سنة، حسيت من كتافك انه انت لا بالعكس موطيهم، حسيت مشيتك ابطأ من ما تعودت شوفك، حتى صوتك حسيته اعرض، ما بعرف ما بوافقهم بالرأي. انت ممثل كتير جيد. هنا شغلة كتير صغيرة، كنت كتير رائعة، كلكم كنتوا رائعين، بس صوتك ونفسك بس اشتغل عليه. وليد، برافو، شابوبا. صدقت انك انت طفل صغير وجاي ومش فهمان شيء وملبك. برافو. شكرا شكرا. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية شباب وصبايا.